السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقائي في هذا الدرس الجديد. اليوم سوف أقدم لكم أفضل طريقة لتحديث المسنجر، أي تثبيت المسنجر البنفسجي على هواتفكم بأسهل طريقة إن شاء الله. قبل البدء في شرح الدرس، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز أسفل الفيديو. أول شيء نقوم به يا أصدقائي هو الدخول إلى متجر جوجل بلاي وتحديث المسنجر القديم الخاص بنا. أما الطريقة الثانية هو حذف المسنجر كليا وإعادة تثبيته على هواتفنا، أي النسخة الجديدة. والأشخاص الذين ليس لديهم حساب على متجر جوجل بلاي، فسوف أترك لهم رابط تحميل أسفل الفيديو إن شاء الله. وهذا الرابط هو موقع لتحميل مسنجر مباشر على الإنترنت. هذه واجهة المسنجر الجديد يا أصدقائي، كما تشاهدون فهي جد رائعة. بالمثال سوف أختار صديق لي، أستطيع أن أغير التايم أو المحادثة كليا كما تشاهدون التايم، ألوان جديدة وجميلة جدا وجذابة ما شاء الله. انظروا، غيرت الشاشة كليا مع هذا الصديق. أستطيع أيضا أن أختار اللون المناسب ما شاء الله، تحديث جد رائع يا أصدقائي. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الشرح. انظروا هذا اللون الأحمر ما شاء الله. أنتم سوف تختارون اللون الذي يساعدكم والذي يعجبكم في طبيعة الحال. وفي الأخير أشكركم على المشاهدة، وأتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، أرجو منكم الاشتراك فيها ووضع الجيم للفيديو. وإلى اللقاء وإلى شرح آخر إن شاء الله. سلام.